أيها الرب، هل تستجيب دعاء القوم؟ ما لي كلما دعوتك لم تجبني وأنا أعبدك على خطى آبائي وأجدادي؟ أنسيت حين ألم بأمي مرض؟ أما كانت تصلك أناتها وأنفاسها المخنوقة؟ وقد أمرني الكاهن الأعظم أن أقدم لك القربان، فقدمت. لكنك لم تستجب لي، فماتت أمي. يا مازن، اسمع، تصر، ظهر خير وبطن شر، وإذا نبي من مضر بدين الله الأكبر، ودع نحيطا من حجر تسلم من حر الصخر. كان حلما مريعا، هاتف يكسر هيبة باجر العظيم. لقد ضاقت نفسي، لابد لي من الخروج. خرجت إلى هذه الجبال أسرح ناظري فيها، أتفكر في أمر ما أعبد، وأتفكر فيما رأيت. ها؟ من ذلك المقبل؟ تعالي أيتها الناقة. هي يا أخ العرب، دلنا على طريق نزوة. سر على جادة الطريق مستقيما حتى تلوح لك معالم ديار قائمة. هي تلك. جزيت خيرا يا ابن الكرام. أمن الحجاز أنت؟ نعم، وقد جئت عمان قاصدا التجارة. قل لي، ما وراءك من أخبار؟ لقد ظهر بيننا رجل من رحم قريش، ولقد قامت له الدنيا ولم تقعد، واختلف العرب في أمره، يقال له محمد. وما أمره؟ يقول الناس إنه نبي مرسل من إله أحد، وينهى الناس عن عبادة الأصنام التي نحتوها بأيديهم. يقول لهم أجيبوا داعي الله، والناس بين مصدق ومكذب. وما وصف محمد؟ وصف محمد؟ محمد بهي الطلعة، كامل الخلق والخلق، صادق أمين، لم نره ساجدا لصنم قط. لا، وإن صخت بأذنك لما يتلو من آيات تعجبت، فما جاء بمثلها جن ولا إنس. أيقنت أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. في ظلام الليل حملت معولي، فسرت متخفيا. سأكسر هذا الوثن. ركبت راحلتي ورحلت خائفا متكتما، رغم العطش ووحدة الطريق والرهبة من وحوش الليل. لم أكن آبه بكل ذلك، إلا أن الشوق لرؤية محمد بن عبد الله قد أخذ مني مأخذه الذي سأطمئن معه وتطمئن به عمان. بعد العناء وصلت أرض الحجاز، وقد لقيت محمدا، ووالله إنه لنبي، وما جاء به من ربه لهو الحق. الآن وقد فرغنا من بناء مسجد المضمار، وركعنا وسجدنا لواحد أحد، أبشركم فقد دعا لنا النبي فقال: اللهم اهدهم. فقلت: زدني يا رسول الله. فقال: اللهم ارزقهم العفاف والكفاف والرضا. فقلت:
يا رسول الله. فقال النبي: اللهم وسع لهم وعليهم في ميرتهم، وكثر خيرهم في بحرهم. وهكذا تنقضي رحلتي بعد أن من الله على أهل عمان بالإسلام وقد أسلموا طوعا. Dying.